المخططة المعطاءة التي تتطلع دائما للجمال والفضيلة والحب، الظاهرة الفنية والزوجة الأم المحبة والشقيقة التي فقدت السند والأخ في سن مبكر وشعرت حقا بحلاوة النصر وأيضا بآلام فقد الأخ الشهيد. نجمة المسرح والسينما والتلفزيون الفنانة القديرة سهير المرشد. مكاني اللي كبرني وعلمني أكاديمية الفن. على فكرة كان لبسي النهارده قايل ولا لابسة لبس وكاتبة عليه أم أماليا، لأن أنا حفيدتي اسمها أماليا، فكان نفسي